عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناتي، رجعت لكم من جديد في فيديو جديد راح أقدم لكم إياه من فلسطين. هذا الفيديو عملته في زيارتي السابقة لبلدي فلسطين. هذا الفيديو راح أقدم لكم إياه مساعدة أختي، راح نعملكم وصفة الزنبقة. الزنبقة هي نوع حلويات بينعمل من الطحين والسمسم، شكلها كثير حلو وطعمها طيب. راح أعمل الوصفة أنا وياها من بيتها في فلسطين، بتمنى تعجبكم. مقادير الوصفة اللي راح نحتاجها هنا: كاسة سكر، كاسة زيت، كاسة مي بتكون بحرارة الغرفة، 4 كاسات سمسم، 4 كاسات طحين، وهنا عنا الدجاج اللي راح نعجن فيه المكونات سوا. في البداية هون حطينا 4 كاسات طحين في الدجاج اللي راح نعجنهم فيه، واستعملنا كاسة بلاستيك وحديد الاستخدام للتعيير فيها. هون ضفنا 4 كاسات سمسم فوق الطحين. هون ضفنا كاسة الزيت فوقهم. بعد ما ضفنا الزيت عليهم بنبسهم منيح بايدينا زي ما انتم شايفين بالفيديو. هون ضفنا كاسة سكر. بعد ما ضفنا كاسة السكر فوقهم خلطناهم منيح، وهون ضفنا عليهم كاسة المي. كاسة المي بتكون بحرارة الغرفة، وبنعجن المكونات سوا تتكون عندنا كتلة واحدة. هون زي ما انتم شايفين بعد ما عجناهم صاروا كتلة واحدة. هون حطينا العجنة في جاج زجاجي وغطيناها بنايلون غذائي وحطيناها ترتاح شوي. بعد ما ارتاحت العجينة هون جبنا على طحين رشينا على الرخام المكان اللي راح نشتغل فيه. فيكم ترشوه على الطاولة اي مكان بيناسبكم، احنا راح نستخدم الرخام اللي هو الشعش. رشينا طحين وقطعنا العجين لثلاث قطع. هون زي ما انتم شايفين ركينا العجين، بنرك فيها بالشوبك لحد ما توصل لخمل معين، مو خميل ومو ركيك، اللي لما بدنا نكيم القطعة ما تنمزع منا ولما نكيمها. بعد ما ركينا ثلاث قطع العجين هون حطينا زيت الذرة في الطنجرة. هون حطينا الطنجرة على الغاز. بهالمرحلة هاي هون احنا قطعنا العجين لدوائر. احنا استخدمنا كاس يكون حجمه صغير، فيكم تستخدموا فنجان او اي اداة يكون شكلها مدور. بعد ما خلصنا تقطيعهم لدوائر هون باستخدام الاصبع بنلفها على الاصبع، بنعملها شكل زنبقة وبنحطها بالزيت بنكليها. حركناهم تحريكة خفيفة. هون لما يصير لونه مشكر بنشيلهم من الزيت، بنحطهم بصفاية مشان يتصفوا من الزيت. هيك صار عنا جاهز للحشي. هون عنا جوز
هون عندنا العسل، إن شاء الله تكون وصفة لليوم عجبتكم، وصفة الزنبقة إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وما تنسوا تعملوا اشتراك لقناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.